تكنوز تكنوز. في تكنوز لليوم باش نحكي على شركة نتفليكس الأمريكية اللي بدأت في بث خدمة تسجيلات المصورة عبر الإنترنت في 130 دولة. أصدر الرئيس التنفيذي ريد هاستينجز الإعلان المفاجئ بنهاية العرض في لاس فيغاس بمعرض CES اللي تعرض فيه الآلات الإلكترونية الصغيرة والخدمات التكنولوجية. ورحب المستثمرين بالأخبار هذية اللي رفعت سهم نتفليكس ل 6% خلال تداولات بورصة وول ستريت، وبالخطوة هذه تولي نتفليكس متاحة في نحو 190 دولة. ومن المرجح أنه يتطلب ملء هذه الفجوة مفاوضات صعبة مع حكومة تمنع سكانها من مشاهدة مواد تعتبر غير موضوعية وإلا تحريضية على غرار الصين باعتبار هي الدولة الرئيسية اللي ما وصلتهاش الخدمة هذه. نتفليكس اللي تحتل أكثر من 70 مليون مشترك ترتقي بسقف طموحاتها للعام هذي. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز.